لا بدك خبرك خبرية صغيرة كارول فزعت كتير يعني لأنه وقت اشتغلنا شحرورة اجت أنجو ريحان فأنجو هي بنتي وأنه أنا بيها وبدي جوزها لحدا معه مصاري وهي بتحب حدا فبالحوار بتقلي أنت بتحب المصاري وما بالمصاري فقلت لها أنجو يعني بدك تديري بالك أنه أنا بدي انتبه حتى ما صيبك منيح وأنت اعمل لي رياكشن بهيك بجسمك حتى تقطع بعد حوارات شو بتقلي أنجو لك دروب كف من هالكفوف الاكلين وبهالحياة وقمنا نحن على أساس أنه اتفق صمتناها هيداك الكف طلع كف يعني لدرجة بعدنا بالإن ضربتها هيك وعملت هيك أنا وهربت تركت استوديو فركض وراي المخرج مصري قال لي أنت ما في حياتك ضربت ستة ألم ما هي بتضحك ما فيش مشكل ارجع كذا غير جينا